كلنا بنعرف انه المقلوبة فيها كتير زيت ومش صحية كتير، لانه عم نقلي كل الخضار. اليوم رح احاول اعمل مقلوبة صحية لانه جوزي عباله مقلوبة بس بدون زيت. تعال نشوف كيف رح نعملها. اوكي، جبت صدور دجاج لانه ما فيها فات، جبت زهرة او ارنبيت، جزر، حبة بتنجان كبيرة، رز امريكي، ثلاث بصلات، حبتين بطاطا، خس، بدي اعمل سلعات، بقلي للسلاد كمان. راح استعمل اليوم صدر دجاج واحد، لأن صراحة أنا ما بحب كتير صدور دجاج، سو جوزي لوحده اللي حياكل. راح أقسمه نصين، مثل هيك، ورق غار، وحبة لومي كسرناها، فلفل أسود حب. جوزي بحب الحرس، وراح أحط قرنين حر من هول اثنين صغار، مثل هيك. حنحط قرفة عيدان، تعالوا نحطهم على النار. خلينا نقشر البطاطا اول شيء. جزر، في ناس ما بتحط جزر بس انا بحب الجزر. انا بالنسبة لي المقلوبة، شو عندك خضرة حطي. لسه بقى عندي الزهرة او الارنبيط، مثل هيك. رح احتاج هاي كمان شفة، بنقلبهم على النار. خليني اغسل هول وارجع. هيدا غسول كتير مهم. خد مي، نرفع الحرارة، خليهم يغلوا. خلينا نروح نشوي الخضار. هنحط عليهم ملح على الجهة الثانية. خليهم شوي يطلعوا ميتهم. جيب اي نابكن عندك، تشيل المي اللي طلعت منه. طلعوا المي، حنملح كل شيء، شوية زي زيتون مثل هيك. رح ندهنهم دهن، هنحطها بالفرن، ننطر 10 دقايق ونرجع لهم. للرز جبت هذا الرز امريكي، باين واحد ونص. تعالوا نغسلهم، غسلوها مرتين. بعد ما غسلنا الرز حط عليه ملح، 7 بهارات حطينا. انا بحب بهارات الشيش، بتعطي طعم طيب للاكل. اخلط الرز، تعالوا نروح نبهر المي والدجاج. قرفة ناعمة شوي، بهارات كبسة شوي، ما بيأثر، طيبين البهارات. بهارات شيش شوي، 7 بهارات، فهيت الدجاج ححط نتفة، وبهارات مشاوي شوي برضو، تكة. نغطي عليهم وننطر. تعالوا ندوق السوق. واو، الدجاج استوى، نطفي عليه وناطرين هلا بس الخضار يخلص. خلينا نعمل السلاد. يلا عندي بقلة، جوزي كتير بحب البقلة. شوية ملح، زيت زيتون دكتور فود، ريد فينيجر، وشوية دبس رمان من
الارض من عندنا من رحبه. وهيدي هي الصوص للسلاق. هاي السلاد صارت جاهزه. اوكي يلا نطبق الطبخه. اول شيء غسلنا حبه بندوره ححطها. هيدا الدجاج. عندنا 2 سفاين. واو. طبقنا الدجاج والخضار. بقي علينا الرز. بتاعت الدجاج فوق الرز بس بدي صفيها. حنحطها على النار. يلا نحطها سوا. بس تغلي بنوطي تحتيها وبنغطيها. بلشت تغلي من هون من هون من هون. لا بس نغطي عليها مثل هيك. نغطيها على الاخير 20 دقيقة وبترجعوا لها. اوكي. هيدي اكلتي المفضلة محنة. طبعا اليوم احنا ما قلينا شيء، كله شوي. كله شوي؟ ايوه مثل لك السلطة اللي بتحبها، البقلة مع البندورة. بحبهم مخلوطين مع بعض. هي مقلوبة صحية، طبعا ما صورنا القلبة. ما جابوا لي لسه الصدر وانت جوعان فلازم اقلبها بهي الطريقة. منو الصدر؟ على الطريق. بدي اطيب اكل بتعمليها انت. كل طبخة بقلك عنها هي. صح. I love you. على 10 قديش بتعطيني دكتور فود؟ 10. I love you. Thank you. بصحتين.